بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا للجميع. يوم الاثنين 12 نيسان سنة 2021، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل الأعلى. أنا موجود بالضبط على أنقاض قرية الكابري المهجرة عام 48. قرية الكابري موجودة بين قرية كفر يسيف في الجنوب ومستوطنة الكابري اليهودية في الشمال. قرية الكابري موجودة في الجهة الغربية من جبال الجليل قبالة البحر المتوسط، الشط بين عكا ونهرية. قرية الكابري يقترن اسمه بعيون الكابري، العيون والينابيع اللي غنية في مية الشرب، كانت في الماضي واليوم في المستقبل تسقي المنطقة الحوالية. قرية الكابري مثل قرى ثانية اعتمدت على الزراعة وزراعة الزيتون، التين، الصبر، التربة خوصة، مي على اليسار وعلى اليمين، وكانت واحدة من القرى المزدهرة. هذا بقايا سور قديم من الجهة الشمالية من قرية الكابري. على أرض قرية الكابري في الجهة الشمالية أقيمت مستوطنة الكابري اليهودية، قرية تعاونية اسمها الكابري. طقس ربيع، بسم الله، الأرض كلها بساط أخضر. إقبالي هون على التلة المقبرة تبعت أهالي الكابري اللي باقي كشاهد على تاريخ القرية.
قلنا هاي المقبرة تابعة لأهل الكبري. الله يرحم أموات الجميع. قلنا قرية الكابري اليهودية أقيمت في الجهة الشمالية بالضبط قبالي على تل الكابري. اللي بدي أقوله بالنسبة لقرية الكابري إنه في سنة 47 بشهر 3/27/3 بالضبط عام 47 كانت هون معركة حاسمة بين القوات اليهودية وبين القوات العربية. بطبيعة الحال المعركة ما كانتش يعني متكافئة من جهة العدة والعدد، وضحايا كثار من الجهتين انقتلوا استشهدوا في هاي المعركة، عشرات الضحايا، وبعد فيه أكثر من شاهد على هاي المعركة. بعض القطع العسكرية اللي كانت أيام زمان موجودة للذكرى، يعني مثل ما بقولوا أمرار منقول الحجر بيحكي والشجر بيحكي، وهون كمان الحديد بيحكي. هاي كلها بقايا لآليات عسكرية اللي كانت واشتركت في المعركة في قلنا شهر أذار 1947. وهاي الأرض انجبلت في دم البنادمين من الطرفين. والمؤسف انه تاريخ الشعوب للأسف بعد مرة كتب ويكتب بالدم. موقع الكابري على تلي مش عالي كثير، اما مطل على منطقة السهل الساحلي بين عكا وراس النقورة وقبالة البحر المتوسط. هاي قلنا قبالنا القرية المهجرة الكابري، شايفين قبالي المقبرة والآليات العسكرية اللي استعملت قلنا في أربعينات وخمسينات القرن الماضي. و بدي أقول شكرا للكل، إن شاء الله نلتقي يوم ثاني في محل ثاني.